وأمام انخفاض درجات الحرارة ارتفعت أسعار الطماطم. محمد صديقي وزير الفلاحة والتنمية والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات قال إن ارتفاع أسعار الطماطم يعود إلى تقلبات أحوال الطقس بسبب موجة البرد التي ساهمت في تأخر نضج الطماطم. يضيف صديقي وبالتالي تسببت في رفع سعر الطماطم. إذن أمام قلة الإنتاج بسبب موجة البرد بالإضافة إلى ضغط التصدير، أسعار الطماطم قفزت إلى 12 درهما، وصلت في بعض نقاط البيع إلى 14 درهم للكيلوغرام الواحد. الروبورتاج من أسواق الرباط، معك مريم أملال، هدى جديد. بحمرتها الزاهية تجذب الزبون، لكن ثمنها المرتفع هو الطاغي على المشهد. الطماطم كثر القيل والقال حول ثمنها، وللتأكد توجهنا صوب سوق الجملة للخضر والفواكه بالرباط، والمهنيون يؤكدون ويوضحون الأسباب. كنجيبوها تقريبا 225 درهم الصندوق، 220 مزيان 25، عاد زايد لي شارج ديال الترونسبور والخاوي والخدام وداك الشيء، واحد 25 درهم تقريبا اللي كتزاد علينا المصاريف ديال داك الشيء، دابا كطلع لي تقريبا 250 درهم. هذا الوقت كتكون البروده كتوجد وما كتعطيش اللون ديالها دغيا، وثانيين كاينه كتبازي على منطقه وحده، كاينه فكادير كتوجد غير فكادير، والثمن ديالها مرتفع شويه. 9 دراهم للكيلوغرام الواحد من الطماطم داخل سوق الجملة و12 درهما عند البيع داخل الأسواق. تعددت الأسباب، لكن واقع غلاء الأسعار على القدرة الشرائية للمواطنين هو نفسه، خاصة على أصحاب الدخل المحدود. مطيشة اللي ساوية دابا هي 12 درهم، اللي هي ماشي في المتناول ديال المواطن العادي. الخضرة بنتي راه كلشي غالي على الدرويش بزاف. لا في الجفاف كاين الغلا، طاحت الشتا كاين الغلا، ومطيشه راه 250 درهم في المارشي. دابا الصندوق 5000 ريال. شهر رمضان قريب اللي تحتاجوا الناس المطيشه، كيتحتاجوا الحريره. انت راك عارف المطيشه من المتميزات اللي عايش بها الدرويش. تقلبات في الاسعار تتارجح بينها عدد من المواد الاستهلاكيه الاوليه، وضع تقر به الحكومه وتوضح ما اتخذ من اجراءات. عملنا مجهود استثنائي كلف اكثر من 40 مليار درهم غير في المواد الاوليه وبعض القطاعات، واش قلنا بان انتهينا مع ارتفاع الاسعار؟ هادشي ما قلناش، ما عندناش الموارد باش نساليو معاه، ولكن ما نقدوش نقولوا بان المغاربه ما عرفوش بهذا المجهود اللي قمنا به. ثاني حاجة اللي بغيت نأكد بها ونعطي بعض الأرقام، أن كاين تدخلات مهمة جدا للجان المحلية للمراقبة. بين تدخل المضاربين وضغط التصدير واختلال التوازن بين الطلب والإنتاج، يقول المهنيون سعر الطماطم لن يجد عن الارتفاع بديلا.